افتتحت الفرق العاملة في سوريا والتابعة لمديرية صحة ولاية شانلي أورفا التركية وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة بمدينة تل أبيض شمالي سوريا. تضم هذه الوحدة 10 حاضنات للأطفال وجهازين للعلاج بالضوء، ما سيمكن الأطفال المرضى باليرقان ومشكلات الجهاز التنفسي الخفيفة والحرارة والتقيؤ والتهابات المجاري البولية من تلقي الرعاية اللازمة داخل المدينة دون الاضطرار لنقلهم إلى تركيا. نحكي أكثر عن هذا المشروع، ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا محمد نور من ريف الرقة. أهلا بك محمد. أهلا بك. أهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين. محمد، ضعنا بتفاصيل أكثر عن هذا المشروع. نعم، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. فعليا افتتحت ولاية شانلي أورفا والمكتب الصحي بالولاية وحدة للعناية المركزة بالأطفال الحديثي الولادة في المشفى الوطني في مدينة تل أبيض. طبعا هذه الوحدة تضم 10 حاضنات للأطفال بالإضافة إلى جهازين للعلاج بالضوء للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى اليرقان وأيضا ارتفاع الحرارة. طبعا هذه الوحدة بالفعل هي مهمة لهذه المنطقة فعليا، لأن سابقا كانت هذه المشكلات الأطفال الحديثي الولادة يتم علاجهم في المشافي التركية، والكل يعلم فعليا التعقيدات وصول هؤلاء الأطفال إلى داخل الأراضي التركية. بالفعل الأجهزة الحديثة التي يتم تجهيز بها هذه الوحدة كافية ومهمة أيضا لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى وجود فعليا بعض هذه الأجهزة في مدينة رأس العين. فعليا لا يوجد في هذه المنطقة سوى في المشفى الوطني في مدينة تل أبيض وأيضا في المشفى الوطني في مدينة رأس العين. فعليا هذه المنطقة تشهد على الصعيد الصحي تطور ملحوظ، يعني خلال هذا الشهر فقط شاهدنا افتتاح مركز أيضا في ناحية السلوك مستوصف صحي لعلاج المرضى في ناحية السلوك. ناحية السلوك فعليا تضم قرى فعليا كانوا يعانون من المسافة الطويلة للوصول إلى مدينة تل أبيض، لذلك هذا المركز أيضا يخدم العدد كبير من الأهالي. وأيضا منذ 5 أيام أيضا تم افتتاح أيضا 5 مراكز لإجراء الفحص لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهيز أيضا مخبر لإجراء المسحات في مدينة تل أبيض. بالفعل تطور ملحوظ في هذه المنطقة. نعم محمد، اسمح لي، بالنسبة لهذه الأجهزة والتجهيزات التي ذكرتها، هل هي كافية؟ هل تكفي وتغطي الحاجة في تلك المناطق؟ وبالنسبة لما ذكره الخبر، هل فعلا تغني هؤلاء الأطفال عن دخولهم إلى تركيا لتلقي العلاج؟ نعم، يعني حسب حالات الولادة فعليا هذه الأجهزة ربما تكون إسعافية، ويعني لا يضطر الكثيرين على الدخول إلى الأراضي التركية. كما ذكرت لك هي 10 حاضنات فقط، بالإضافة لوجود بعض الحاضنات في مشفى مدينة رأس العين، لذلك هذا الأمر يعتمد على أعداد الأطفال الذين يعانون من هذه المشاكل في هذه المنطقة. ولكن هي ربما تكون بادرة لأيضا إنشاء وحدات إضافية في هذه المنطقة، على اعتبار أن هذه المنطقة تشهد من جديد أيضا يعني حالة من الهدوء والاستقرار، خاصة في منطقة تل أبيض. ربما يكون في الأيام المقبلة حسب ما ذكر لنا أيضا المكتب الصحي في المجلس المحلي في مدينة تل أبيض، يدرسون مشروع أيضا أحداث مراكز صحية وطبية في مختلف ريف مدينة تل أبيض. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، مراسلنا من ريف الرقة محمد نور. شكرا لك. شكرا لك.